أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القسم الثامن من سلسلة الكليم موسى بن عمران والموسم الثاني، وكنا قد توقفنا عند إيمان السحرة برسالة موسى عليه السلام وتهديد فرعون وعدم خضوعهم لهذا التهديد. هناك آية في القرآن الكريم يتبين منها بأن السحرة كانوا مكرهين على ممارسة هذا الأمر أو هذا الموقف في أن يقفوه أمام موسى عليه السلام. كيف يكون ذلك ولماذا؟ المفروض أن هؤلاء السحرة كانوا سحرة محترفين، والمحترف هو الذي يأخذ مالا في مقابل ذلك، مقابل العمل الذي يقدمه. فعلى أي أساس هم يقولون أن احنا كنا مكرهين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا آمنا بربنا، هذا كلام السحر بعد ما آمنوا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، يعني ليغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. من الواضح أنهم لم يكونوا مكرهين مطلقا على ممارسة السحر، بل ممارسة السحر في مقابل موسى عليه السلام، يعني في هذا الموقف. فما السبب؟ علامة الطبطبائي يقول: وفيه دلالة على أنهم أكرهوا عليه، إما حين حشروا إلى فرعون من خلال ديارهم، وإما حين تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى فحملوا على المغالبة، على المقابلة والمغالبة. هذا مر معانا بالأمس، أنهما لما موسى عليه السلام تكلم كذا وهما صار بينهم نوع من التنازع ونوع من التناقش. بالنتيجة العلامة الطبطبائي يقول إما من البداية لأنهم حشروا ما كان بإرادتهم فهم مكرهين، وإما لما شافوا موسى تكلموا كذا فحين ذاك غيروا، يعني صاروا في حالة أن فرعون قال لهم لا، إجبارا تكون تكملون. أقول ولربما كانوا مكرهين سلفا بسبب أنهم كانوا يعرفون من هو موسى عليه السلام بلحاظ كونهم من بني إسرائيل كما قلنا بالأمس، يبدو أنهم كانوا من بني إسرائيل ولعل أيضا من أمم أخرى، ولكن اللي كانوا من خصوص بني إسرائيل موسى ليس بالشخص الغريب بالنسبة إليهم، على الأقل اللي كانوا عايشين في أباريس وفي مدينة بر رمسيس يعرفون من هو موسى عليه السلام، وقد عاهدوه في ماضي شبابه قبل أن يهرب إلى مدين. الفترة اللي كانت قبل هروبه إلى مدين عرفوا إيمانه، عرفوا شهامته، أنه يدافع عن المظلومين، يدافع عن قومه، وأنه لا يمكن أن يكون من طائفة السحرة، ما يعرفونه من طفولته، يعرفونه هو ليس من قبيل السحرة والمشعوذين والدجالين أو من أصحاب المصالح الشخصية. ولربما سمعوا كلاما أيضا حول ما جرى أول مرة بين موسى وهارون عليهما السلام وبين فرعون، أن موسى ألقى العصا وتحولت هذه العصا إلى ثعبان مبين، وبالتالي لربما سمعوا هذا وأدركوا من خلال انطباعات الشهود أن ما جاء به موسى ليس من صنف السحر، فأدركوا حينها أو احتملوا مصداقية موسى عليه السلام، ومن هنا قالوا إن احنا كنا مكرهين، ما كان عندنا رغبة شخصية في هذا الأمر. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى. فرعون لما قال لهم راح أقتلكم بالطريقة الفلانية، قطع إيدكم ريولكم أعلقكم على في جذوع النخل، نفذ هذا ولا ما نفذ؟ استشهدوا يعني السحرة بقوا على قيد الحياة.
القرآن الكريم سكت عن هذا الموضوع، ما تحدث عن هذا الشيء لا إثباتا ولا نفيا. ولكن بعض المفسرين استفادوا من بعض الآيات ما يدل على أن فرعون انصرف عن تنفيذ تهديده. شوف مثلا ابن عاشور أنقل كلامه بتصرف واختصار، يقول أولا القرآن لم يتعرض للإخبار عن وقوع ما توعدهم به. اثنين، غرض القرآن العبرة وليس معرفة الحوادث على تفصيلها، ولذا سكت عن هذا الأمر ككثير من التفاصيل. ثلاثة، الظاهر أن فرعون أفحم لما رأى قلة مبالاتهم بوعيده. الساحرة قالوا شنو؟ اقضي ما انتقض، سوي اللي بتسوي، احنا ما نتغير. فلم يرد جوابا، سكت. فموقفهم الصلب هو اللي دفعه إلى ماذا؟ إلى أن لا ينفذ الوعيد. ثم من المنطقي أن يتدخل موسى وهارون لئلا يتم تنفيذ الوعيد، ما يتركون بعد جماعتهم، صاروا منهم فيهم، ذيلا ساندوا، يعني هم صاروا عنصر مهم في إيمان الناس لاحقا بموسى عليه السلام. طيب على أي أساس يتدخلون موسى وهارون؟ أولا أنهم الطرف المنتصر في مثل هذه الأمور، مثل هذه الأحداث الكبيرة، المنتصر له كريدت قوي. من يقول شيء الجماهير شو تسوي؟ تسنده. إذن هم من طرف الكون منتصر. اثنين، إنه هو يوم عيد، وفي العيد الناس شو يسوون؟ الحكام عادة يعفون عن المساجين والمحكومين بالإعدام وإلى آخره. ثلاثة، احتشاد الناس، والناس راح تضغط إن لا أعفو عنهم، هذيلا خلاص أعفو عنهم. أربعة، مساندة الجماهير الحاضرة التي من المفترض أنها تفاعلت مع المشهد المذهل منقطع النظير. ومن عادة الجماهير التفاعل مع المنتصر بشكل كبير وضاغط، وهو ما لربما أحرج فرعون فعاد عن قرار العقوبة المغلظة بشأن السحرة. بس احنا مو متأكدين، يمكن صار جد. طيب عندنا نقطة أخرى، وهي أن القرآن الكريم يقول بعد إيمان السحرة وتهديد فرعون وكذا، في مجموعة من الشباب من بني إسرائيل من قوم موسى آمنوا بالرسالة. لماذا آمنوا بهذا الرسالة؟ هذا النصر المبين اللي صار في ذاك المشهد أعطى لهؤلاء الشباب دفعة قوية للإيمان بالرسالة والانضمام إلى حركة موسى وهارون. حركة موسى وهارون نتذكر في بعدين، بعد الأول بعد الرسالة، البعد الثاني إطلاق بني إسرائيل، فهم انضموا إلى هذا. طيب اللي أكبر سناً، اللي بيضت لحاهم كذا، ما عادوا يعني من عنصر الشباب، ماذا كان موقفهم؟ اللي نفهمه من القرآن الكريم أنهم لم يتفاعلوا مع الحدث بالمستوى المطلوب. هذا يشبه اللي حصل على زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة. في بداية الرسالة من اللي آمن؟ مو الشيبة، أغلبيتهم كانوا من عنصر الشباب. نعم في بعضهم كبار السن، لكن الأغلبية صورة العامة العنصر الشبابي هو اللي تفاعل مع رسالة النبي صلى الله عليه وآله، بينما غالبية الأكبر سناً صدوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولربما هذه الآية الشريفة اللي تتكلم عن موقف ذرية، بعض ذرية قوم موسى عليه السلام، هي رسالة ضمنية للنبي صلى الله عليه وآله، إن الوضع اللي أنت تعايشه في مع قريش وكذا، وإن اللي يؤمنون فيك هم قسم من الشباب، ترى هذا وضع شنو؟ وضع طبيعي، هذه هي سنة التاريخ في حركة الرسالات. فمن هم أكبر سناً يصعب عليهم التغير لعدة أسباب. أولاً
لقداسة الموروثات في أعينهم. الشباب عادة عندهم روحية التمرد على الموروثات، والكبار بالسن لا، عندهم تقديس للموروثات فيصير عليهم أصعب. هذا واحد. اثنين، صعوبة ترك ما اعتادوا عليه طوال حياتهم من معتقدات وعبادات وعادات وتقاليد. يقول بوي أنا الحين اللي ريلي على القبر الحين أغير؟ يعني 50 سنة كنت غلط؟ أما الشاب توه قاعد ينطبخ فما عنده مشكلة، ممكن بعضهم إيه، لكن عموما. ثلاثة، التغيير سيكلفهم الكثير وسيعانون. عادة الشباب يتحمسون يقول ما يهمني أموت كذا، أما الكبير بالسن يقول عندي عائلة علي ديون، عيالي بناتي باكر من يزوجهم من عيال كذا، صح ولا لا؟ فبالتالي عنده 1000 فكرة وفكرة. أما الشباب شوف متحمسين. ولنلاحظ كيف أن المؤمنين برسالة موسى عليه السلام أبدوا أو ظهر منهم الخوف أولا، لأن في تحديات، في صعوبات، يعني مو بس آمنوا وخلاص تنتهي القصة، لا، يدرون ولربما أبدوا كلموا يعني بهذا الشيء، بأن ترى فرعون راح يكون له موقف ماذا؟ عنيف من إيماننا بالرسالة. جلاوزة فرعون هذيل ما راح يتركونا، وفرعون طاغوت دموي قتل أطفال رضع يقتلهم كان، وقاعد يسخرهم أيضا ليل ونهار بالصعوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. شوف التعبير في الآية، ما قال فآمن لموسى ذرية من قومه، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. شو الفرق؟ الرسالة الثانية سلبية، بمعنى أن العدد قليل وأن الوضع ما كان بذاك الإيجابية. فما آمن، ما حد يا إلا فلان وفلان. أما إذا تقول فلان وفلان يو، غير انطباعك، غير. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، كان المفروض أن لا أكثر. بعد إيمانهم على ماذا؟ على خوف من فرعون وملئهم، يعني ملأ بني إسرائيل، يعني هم خايفين من فرعون وهم خايفين من كباريتهم وشيوخهم ومسؤولينهم، أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وبالتالي يستحق أن ينخاف منه، هو إنسان طاغوت من المسرفين في التعذيب والإجرام والطغيان. طيب، خوفهم من الملأ، يعني من ملأ بني إسرائيل وهم كبار القوم وشيوخهم ومن يمالئ فرعون ويعمل تحت إمرته. ولنتذكر إن مسؤولي العمال على سبيل المثال كانوا من بني إسرائيل، من اللي كان يطقهم على رأسهم؟ مسؤولينهم من المصريين، هم هذيل المسؤولين من بني إسرائيل كانوا يروحون يضغطون على منه؟ على العمال. فبالتالي هذيل المسؤولين على العمال لم يكونوا أقل عنفاً من مسؤولينهم من المصريين، فبالنتيجة الوضع من جهتين، داخليا من قومهم من الملأ، وخارجيا من فرعون وجماعته. وعلى أثر التفاف الشباب حول موسى عليه السلام خاطبهم بلسان القائد الحريص عليهم وعلى نجاح حركته. شلون؟ قدم لهم الوصية الذهبية. ما هي الوصية الذهبية؟ وقال موسى، بعد ما قالوا احنا خايفين، ابدوا تخوفهم كذا، وقال موسى: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. يعني ماذا؟ يعني ما دمتم مؤمنين بالله وقد اسلمتم امركم اليه، الى الله عز وجل، فالمطلوب منكم الان ماذا؟ ان تتوكلوا على الله. هذا هو السبيل الوحيد لمواجهة المرحلة القادمة الصعبة
التي أنتم تتخوفون منها. توكلوا على الله، أنتم مؤمنين؟ إي نعم. مسلمين أمركم لله؟ إي نعم. إذن توكلوا على الله، توكلوا على الله، اصمدوا واصبروا وشوفوا شلون الله راح ينصركم. ما تتخوفون منه سيأتي لا محالة. أنتم خايفين من فرعون ومن الملأ؟ إي نعم. لماذا سيأتي لا محالة؟ لعدة لحظات. أولاً فرعون لن يترككم وشأنكم. ثانياً طبيعة التهمة الموجهة لموسى تهمة سياسية تآمرية من جهة أجنبية، أن يبون يخرجونكم من أرضكم أيها المصريون، فبالتالي ترى في مؤامرة سياسية وراء هذا الظاهر الديني. فإذن المسألة خطيرة، وبالتالي اللي أنتم متخوفين منه حتما سيأتي، فعليكم أن تتوكلوا على الله عز وجل. وكانت ردة فعل الفئة التي آمنت بموسى ردة فعل إيجابية، فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وهم الآن يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم من أسباب القوة ما يجنبهم أن يكونوا في موقع الاستضعاف الذي يغري المستكبرين لمزيد من القهر وممارسة التنكيل والتطاول عليهم. يا رب خلنا بوضع نكون أقوياء حتى لا نعطي مجال، خلي يخافوننا ذيلا لا يستضعفوننا. بعد دعوا الله سبحانه وتعالى، يا رب نجينا برحمتك من القوم الكافرين ومن أفعالهم الإجرامية، من الأذى البليغ اللي ممكن يلحقنا، والذي قد يصل إلى حد ما هدد به فرعون السحر. شنو هددهم فيه؟ يقطع فيهم ويصلبهم، ترى ممكن يسوي فينا نفس الشيء، ومن يستطيع أن يتحمل مثل هذا العذاب؟ فيا رب نجينا برحمتك منها. طيب على أثر ذلك القرآن الكريم يخبرنا عن وقوع اجتماع، عقد اجتماع من قبل فرعون والملأ، وهذا الاجتماع اجتماع تحريضي تآمري ضد موسى ومن آمن معه. من اللي حضروا هذا الاجتماع؟ فرعون، مستشارين فرعون، أعوان فرعون، ولربما أيضا كبار الشخصيات من قومه، وهذا اللي عبر عنه القرآن بمصطلح الملأ من قوم فرعون. هل حضر أحد من بني إسرائيل؟ الآية واضحة تقول من قوم فرعون وليس من غيرهم. فإذن اجتماع سري تم عقده لمواجهة المرحلة القادمة. ما الذي جاء في هذا بحسب القرآن الكريم؟ أولاً أبدوا قلقهم من المرحلة القادمة، ثانياً لجأوا إلى الأسلوب التحريضي، يعني يا فرعون اضرب بيد من حديد لا تسمح. لماذا؟ رغبة منهم في دفع فرعون لاتخاذ قرارات صارمة وحاسمة. لماذا؟ لاجتثاث جذور التمرد أو الثورة القادمة. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعني أولا من جهة إفساد في الأرض، من جهة ثانية أكو بعد ديني في المسألة، ويذرك وآلهتك يعني هم أنت وهم الآلهة. فإذن سلطان آثار في المجتمع والقضية العقدية. شنو قال لهم فرعون؟ ما الإجراء الذي قرر اتخاذه؟ قال لهم الحل الأنجع أولاً قتل الذكور من المواليد، وثانياً الإبقاء على الإناث منهم مثل ما كان يسوي قبل. ليش؟ يقول هذا قبل احنا جربنا، ما ياب راس بني إسرائيل في الأرض مرغ أنوفهم في الأرض إلا هذا الإجراء، نقتل الذكور من أطفالهم ونبقي على الإناث. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. طبعا كلمة سنقتل واضحة أنها
عنيفة، مو سنقتل سنقتل، فيها صيغة مبالغة، مبالغة في القتل، يعني حتى هذا القتل يكون بماذا؟ من حيث الكم ومن حيث الكل، كيف يكون في إجرام حتى نحن نستطيع أن نسيطر على الأمور ونقلب الناس على من؟ على موسى وهارون. قوم بني إسرائيل راح يقولون له أنت جبت لنا الويلات. طيب، هل نفذ هذا؟ هل أسعفته الظروف؟ احنا ندري راح تجي آيات، آية الدم، ضفادع، القمل إلى آخره. هذه الآيات راح تعطي مجال لفرعون أنه يقتل أطفال بني إسرائيل من الذكور، ينفذ هذا الوعيد ولا لا؟ هل تدخلت يد الغيب فورا أم ارتكب مجازر ثم بعد ذلك تدخل يد الغيب؟ ما عندنا إجابة واضحة، لكن في القرآن الكريم آية قد تدل على أن هذا الأمر تحقق ولو جزئيا، يمكن لمدة قصيرة. شوفوا هذه الآية اللي تتكلم على لسان بني إسرائيل في سورة الأعراف: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قبل ما تيلنا كان يذبح أولادنا الذكور ويأذيننا بالعمل وكذا، أنت جيت على أساس تنقذنا من هذا كله وتخلصنا من فرعون، الآن شنو اللي صار؟ أنت جيت وجبت الرسالة وقلت، رجعت الأمور نفس الشيء ما تغير. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وحيث أن هذا الضعف إذا تملك بني إسرائيل والتململ والانكسار ووصل إلى المؤمنين برسالته منهم، فحين ذاك هذا سيعرض المشروع الرسالي ككل إلى الفشل. ولذا طلب موسى عليه السلام منهم أولا الاستعانة بالله، ثانيا الصبر، ثالثا شوقهم إلى النتيجة الدنيوية الكبرى، قال لهم بأن الملك اللي فقدتوه من بعد موسى، عفوا من بعد يوسف، سيعود إليكم إذا أنتم ثبتوا كذا، الله يوعدكم يعطيكم الملك مرة ثانية، رابعا الآخرة أيضا لكم. فهذه محفزات أن لا يستسلمون لحالة الضعف التي بدأت تتغلغل في أوساطهم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه أربع نقاط موجودة في الآية: العاقبة للمتقين في الآخرة، وراثة الأرض كحكم، واستعانة بالله، والصبر. هل تأثروا بكلامه بصورة إيجابية؟ هذه الوعود نفعت معاهم قوم موسى عليه السلام؟ ما نفعت معاهم هذه الوعود وهذا التشجيع ونفخ الروحية وصبروا وإن شاء الله وراح تشوفون. ولذا عاد ليؤكد لهم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الله ربهم الذي يعنيه شأنهم، الله مهتم بأمرهم، أصلا ما أرسلني إلا لكي أنقذكم من هنا، الله يريد لكم الخير، ولكن لابد أن تدخلوا في الاختبار، لابد أن تعانوا تثبتوا استحقاقكم، ثم الله سبحانه وتعالى راح ينجيكم. ولربما يشهدون في قادم الأيام انتصارهم على فرعون وأعوانه من خلال أن الله يهلك عدوهم الأول فرعون، وتضعف سلطة الحكم الفرعوني، وبالتالي يتمكنون من أن يعلو شأنهم ويحكموا في الأرض مجدداً. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه نقطة مهمة جدا، مرة ثانية: ويستخلفكم في الأرض. ما المقصود من الاستخلاف في الأرض؟ يعني يصيرون هم الحكام، الأمور تصير بيدكم، زمام الأمور بإيدكم، فينظر كيف تعملون.
يعني ترى القضية مو مطلقة، الله راح يعطيكم الحكم مجددا لربما، فعسى انتم قدموا المقدمة وان شاء الله خير، لكن هل هذا بشكل دائم؟ لا، هذا بشكل مشروط. عبارة فينظر كيف تعملون إشارة إلى أن هذا الاستخلاف لبني إسرائيل ليس مطلقا، بل هو مشروط بنجاح تجربتهم في الحكم. إذا أعطاكم الحكم راح يجربكم، وإذا فشلتم راح يأخذ منكم هذه النعمة. شلون نجاحهم لازم يكون؟ من خلال الثبات على إيمانهم، 2 حسن العمل وإدارة الأمور، إدارة أمور الحكم، مو بس إيمان، أنت بالحكم ما تبي بس دين، تجيب ناس متدينين ما يعرفون في إدارة الحكم، يعفسون لك الدنيا فوق حدر، شو الفايدة؟ 3 جعل مشروع الحكم عملا لوجه الله تعالى ولصالح العباد. يمكن مؤمنين وخوش يديرون، بس الفلوس وين تروح؟ نصها بجيوبهم مثلا، فأهم ما يصير، لازم يكون لصالح العباد، لازم يكون في نية خالصة لله عز وجل. فبالتالي إذا حققتوا هذا الحكم راح يستمر بيدكم، أما إذا ما حققتوا الله راح يسحب منكم هذه الصلاحية. ولذا الله سبحانه وتعالى في سورة الحج يقدم قاعدة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مفروض أن اللي يكون من طرف الله يكون ينسب نفسه لله ويمسك الحكم، شو يسوي؟ يسوي هذه الأشياء، فإذا ما التزم فيها سحبت منه هذه الصلاحية ولله عاقبة الأمور، كل شيء يرجع حق الله سبحانه وتعالى. فإذا التزموا سيسددهم الله، يمد لهم في الحكم ويوفقهم لقطف ثمار التجربة الناجحة. أما إذا أساءوا وكفروا وطغوا ووظفوا عناصر القوة في الملك والثروة في غير هذا الطريق، فإن الله سبحانه سيرفع عنهم هذا الاستخلاف. أي أن الاستخلاف في الأرض ليس نهاية المطاف، بل هو اختبار مجدد في ظروف مختلفة، مرة يكون اختبار خارج الحكم ومرة يكون اختبار داخل الحكم. مو ضروري اللي ينجحون هناك ينجحون هنا. اللي يشوف المال ويشعر بالكرسي الوثير للحكم والسلطة والقوة، مو معلوم إنه ينجح مثل ما نجح يوم كان فقر، يوم كان مطقوق على رأسه، مو معلوم. وشفنا بعصرنا هذا، شفنا الكثير. وهذا في حد ذاته إبطال لمزاعم الصهاينة اليوم أن الله أعطاهم أرض فلسطين مطلقا، قالوا هذه أرضنا، حقنا الشرعي، إحنا رجعنا لديارنا، وديارنا نرجع لها بعنوان حكام. من وين؟ يقول قرآنكم يقول أن الله أعطانا هذه الأرض، التوراة تقول أن الله أعطانا هذا الأرض. هذا الكلام غير سليم مطلقا، وإنما مقيد، وهناك ما يبطل هذا العطاء. القرآن قال عن هذا والتوراة قالت عن هذا، التوراة أيضا تقول إن الله راح يعطيكم ولكن بشروط، إذا أخلفتوا راح يأخذ منكم الحكم، راح يأخذ منكم وجودكم في هذه الأرض. في سفر اللاويين من التوراة الإصحاح 25 الآية 23: والأرض لا تباع بتة لأن لي الأرض. هذه أرض فلسطين، ما تبيعونها للأجنبي للغريب، هذه ملكي أنا، وأنا جبتكم إلى هنا باعتبار كونكم مؤمنين بالرسالة، باعتبار أن صرتوا خوش أوادم، الآن يلا راح تحكمون وخليكم في هذه الأرض، وأنتم غرباء ونزلاء عندي. شنو معنى هذا؟ الغريب النزيل شو يسوي؟ يستقر على طول؟
مهدد وضعه، صار خوش آدمي استقبله، ما صار خوش آدمي لغوا إقامته قالوا له برا، يلا برا، صح ولا لا؟ الله هم يقول نفس الشيء، أنتم غرباء، أنتم وافدون، لستم أهل الأرض حتى تقولون ملكية دائمة. أنا مالك الأرض. في سفر التثنية من التوراة الإصحاح الرابع آية 25، إذا ولدتم أولادا وأولاد أولاد، يعني مر الزمن أجيال، وأطلتم الزمان في الأرض وفسدتم وصنعتم تمثالا منحوتا، يعني رجعتوا للشرك، صورة شيء ما، وفعلتم الشر في عيني الرب إلهكم لإغاظته، يعني يكون شيء حتى متعمد هذا بقى. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض أنكم تبيدون سريعا عن الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. وأنا أعطيتكم الأرض، قلت لكم روحوا راح تحكمون هناك، يقسم الله أنه شنو يسوي؟ يطشرهم. لا تطيلون الأيام عليها بل تهلكون لا محالة، ويبددكم الرب في الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الأمم التي يسوقكم الرب إليها. وهذا اللي حصل لما انطغوا، الله بعثرهم على يد نبوخذ نصر، قتل فيهم. مرة ثانية طغوا على عهد المسيح عليه السلام، يتهم الضربة القوية من قبل الرومان، أيضا طشروه. الآن هم عندهم تجربة حكم ثالثة، ورجعوا إلى الأرض، إلى الأرض المباركة، بعنوان أنها وراثة الله عز وجل لهذه الأرض، استخلاف الله لنا في هذه الأرض. طغوا، بينكفخ على رأسه، وإن عدتم عدنا. هذه هي القاعدة القرآنية. ننتقل إلى آخر نقطة في حديثنا اليوم، وهو تدخل مؤمن آل فرعون في هذه الأجواء. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وشون قايل؟ مشروع مو سياسي، مشروع ديني، قاعد يتكلم عن الإله اللي هو يؤمن فيه. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أما ياي كلام فاضي، لا، عنده بينات. وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، يلكم خير. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قومي لكم، يعني الله سبحانه وتعالى لو كان هذا كذاب ومسرف في الكذب وكذا كان الله يدمر موسى، لكن الله قاعد ينصره. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، اليوم أنتم عندكم قوة وأسباب ملك وكذا، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ فلا تقيسون على وضعكم الحالي، إذا استمريتوا على خلاف هذا من يقول الله شنو راح يسوي فينا؟ إذن القرآن الكريم يحدثنا عن دور رجل مؤمن من آل فرعون يحاول أن يغير موقف فرعون والملأ الذين وافقوا فرعون تجاه موسى ورسالة موسى عليه السلام. بعض المفسرين وبعض الباحثين قالوا هذا الرجل هو ذات الرجل الذي حذر موسى عندما قتل الذي هو من عدوه، ثم كاد في المرة الثانية أن يفعل شيئا يعاقب عليه، فحين ذاك جاء إليه رجل. القرآن الكريم يقول بأن هذا الرجل حذر موسى أن الملأ شنو يأتمرون بك ليقتلوك، أو يثبت يعني إما يعتقلونك إما يقتلونك. فقالوا مؤمن آل فرعون هو ذاك الرجل نفسه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أنا قلت يثبتوك غلط، ما في الآية، ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج إني لك من الناصحين. قالوا هذا هو نفسه مؤمن آل فرعون اللي بعد الرسالة أيضا يتدخل. طبعا هذا محتمل، ولكن لا توجد أي إشارة في القرآن الكريم لوحدة الرجلين، إنهما شخصية واحدة. طيب تقول أكو روايات تقول
إيه نعم، احنا شفنا الروايات شلون ملعوب فيها، وفي روايات مزورة وروايات موضوعة وعلى لسان الأئمة وعلى لسان ابن عباس. حقيقة ما نقدر نثق بهذه الروايات إذا ما عندنا مؤشر واضح من القرآن ما يؤيد هذه، يقوي الروايات. فبالتالي يبقى الأمر محتمل، ما نقدر نقول إيه ما نقدر نقول لا، بس ما في دليل، دليل واضح ما في. طيب أنا برأيي أنه هو شخصية مختلفة بقرينتين، مو دليل، قرينتين مؤيدين. الأول أن تلك القصة كانت أيام شباب موسى عليه السلام قبيل خروجه من مصر، وهذه القصة في مرحلة ما بعد عودته، يعني فوق 10 سنوات بينهم، فمو ضروري أن يكون هذا هو نفس الشخص. اثنين، لم يوصف هناك بأنه مؤمن في القصة الأولى، ما قال لنا الله، يعني المفروض، يعني مو المفروض، وإنما أقول يعني من باب الإشارة على الأقل يشير لنا أنه مؤمن حتى نعرف، ولا بأنه من آل فرعون، هناك مطلق رجل، لعل من جماعة موسى عليه السلام، أصدقاء اللي كانوا في البلاط، ما ندري أي واحد. طيب ابن عاشور يقول له شغلة، ولكن هذه الشغلة مو صحيحة. يقول كان هذا الرجل مؤمن آل فرعون من بني إسرائيل، كما هو صريح سفر الخروج، يقول سفر الخروج من التوراة صرح بأنه هو من بني إسرائيل، لكن سفر الخروج أصلاً ما يتكلم عن أن في واحد يا وحذر موسى عليه السلام لما قتل ذاك الرجل الذي هو من عدوه. أصلاً هذه القصة مو موجودة، الجزئية مو موجودة في التوراة. فسمع فرعون هذا الأمر، إن قضية القتل وكذا، فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. ما في إن شخص ينبه. فابن عاشور من أين جاء بهذه المعلومة؟ ما أدري شلون وقع فيها الخطأ، ما أدري. اثنين، يبدو أن هذا مؤمن آل فرعون كان من القبط، والدليل على ذلك عدة أمور. كان من المصريين، لم يكن من قوم موسى. أولا وصفه بأنه من آل فرعون، القرآن كذي يقول من آل فرعون، بينما عندما وصف قارون جاء الوصف كالتالي: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. فالمفروض لو كان المؤمن هذا من قوم موسى، إن الآية تعبر من قوم موسى مثل ما عبرت عن قارون. اثنين، ان هذا المؤمن شنو خاطب الجماعة؟ قال لهم يا قومي، اذا هم قومه، قومه يعني شنو؟ اهله وجماعته. اي نعم، في مقام الرد على مؤامراتهم ضد الرسول والرسالة، فهم قومه، فاذا هو منهم. ثلاثة، قوله لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، يا قومي أنتم لكم الملك. لو كان هو من بني إسرائيل، بني إسرائيل ما كان يملكون شيء في ذاك الوقت. من اللي كان يملكون؟ هم المصريين. من اللي يحكمون؟ هم المصريين. فإذن هذا دليل على أن منهم. ويبدو أن الرجل كان ذا مكانة خاصة عند فرعون وفي البلاط الفرعوني، وإلا لما حضر في الاجتماع هذا، ولما تجرأ أصلا يتكلم بمثل الكلام. يبين شخصية وزينة. الأمر الآخر، القرآن يصرح أن الناس ما كانوا، الجماعة ما كانوا يدرون أنه هو مؤمن، لكتمانه إياهم ذلك تقية. ابن عاشور يقول وكان كتمه الإيمان متجددا مستمرا مستمرا تقية من فرعون وقومه، إذ علم أن إظهاره الإيمان يضره ولا ينفع غيره. فإذا الدور المناط به أن يقوم به أن يبقى على حال الكتمان ويتقي، يمارس التقية. فاللي يعني يعيبون على التشيع مثلا،
مثلا تروحون تقية كذا، هذا مفسر مو شيعي يعني قاعد يتكلم عن هذا الأمر، أن أكو ظروف تستدعي مثل هذا الأمر. إن شاء الله غدا نستعرض ما جاء في القرآن الكريم حول جهود مؤمن آل فرعون الذي كان يخفي إيمانه ويمارس التقية في وسط ملأ الطاغية فرعون، وما هي محاولاته والحوار اللي جرى بينه وبينهم إن شاء الله تعالى. والحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد.